من التلفزه الموريتانيه وتتابعنا في الثامنه هذا المساء. رئيس الجمهوريه والسيدة حرمه يصلان الى مدينه نعما حيث ستراس سيادته النسخه الرابعه من لقاء الشعب ويشرف على تدشين عدد من المشاريع التنمويه الهامه بولايه الحوض الشرقي. سكان ولاية الحوض الشرقي يخصصون استقبالا شعبيا حاشدا لرئيس الجمهورية يعكس تعلقهم ببرنامجه الإصلاحي وتزمينهم للإنجازات التي تحققت في عهده. لقاء الشعب في نسخته الرابعة فرصة لمشاركة المواطنين في مناقشة كافة القضايا الوطنية واستعراض لجميع المشاكل المطروحة بدون وسيط. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. نبدأ هذه النشرة ببريد رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز حيث وجه سيادته برقية تهنئة إلى فخامة السيد علي بونغو أودينبا رئيس جمهورية الغابون بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وجدد رئيس الجمهورية في هذه البرقية حرص بلادنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين. كما وجه رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز برقية تهنئة إلى فخامة السيد دينيس ساسونغيسو رئيس جمهورية الكونغو بمناسبة تقليد بلاده لعيدها الوطني. وأكد رئيس الجمهورية لنظيره الكونغولي عزم بلادنا على توطيد وتعزيز العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين. تحتضن مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي اعتبارا من الساعة 10 من هذا المساء النسخة الرابعة من لقاء رئيس الجمهورية مع الشعب والذي ستقله التلفزة الموريتانية مباشرة على الهواء. وسيكون اللقاء مفتوحا أمام المواطنين لطرح آرائهم واستشكالاتهم عبر الهاتف مباشرة على رئيس الجمهورية من خلال الأرقام التالية 45 13 05 45 13 03 53. وسيشارك في إثراء لقاء رئيس الجمهورية مع الشعب الصحفيون التالي أسماءهم: منتات منتلم رابط قناة دافا، جاغانا عبد الله مدير موقع كاستاي، محمد عبد الله والممين قناة العالم، عزيز والصوفي موقع ساحل، محمد محمود أبو المعالي إذاعة مواكشوط الحرة، الشيخ والمحيميد من التلفزة الموريتانية. هذا وقد وصل رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز والسيدة حرمه مريم بنت أحمد الملقبة تكبر صباح اليوم إلى مدينة نعمة عاصمة الحوض الشرقي. وقد استقبل رئيس الجمهورية في مطار نعمة الدولي من قبل الوزير الأول الدكتور ملاي محمد الأغلف ووالي الحوض الشرقي والمنتخبين وأعيان الولاية وجماهير غفيرة من المواطنين. وسيترأس رئيس الجمهورية خلال وجوده هناك النسخة الرابعة من لقاء الشعب الذي ينظم سنويا تقليدا لذكرى تنصيب سيد الرئيس رئيسا للجمهورية في انتخابات شفافة ونزيهة سنة 2009. ويشارك في انعاش هذا اللقاء كوكبة من الصحفيين الوطنيين والدوليين وينظم لثاني مرة خارج نواكشوط حيث حضنته مدينة أطار في نسخته الأولى. ويجسد هذا الخيار حرص رئيس الجمهورية على منح جميع المواطنين أينما كانوا فرصة المشاركة في مناقشة كافة القضايا الوطنية واستعراض جميع المشاكل المطروحة بدون وسيط. كما سيقوم رئيس الجمهورية خلال وجوده هناك بزيارة تفقد واطلاع لولاية الحوض الشرقي تدوم 5 أيام يشرف خلالها على إطلاق وتدشين عدد من المشاريع التنموية الهامة في عدد من مقاطعات هذه الولاية ذات الكثافة السكانية المعتبرة لصالح السكان خاصة الأقل حظا في التنمية. Thank you.
وقد خصص سكان ولاية الحوض الشرقي استقبالا شعبيا حاشدا لرئيس الجمهورية، شاركت فيه مختلف الفعاليات السياسية والشعبية في الولاية والجمالة والخيالة. وقد عكس هذا الاستقبال تعلق سكان الولاية ببرنامج رئيس الجمهورية وتثمينهم للإنجازات التي تحققت في عهده، وهذه جوانب حية من هذا الاستقبال. لا تعرفوا بعد ما في احد حصل.
عزيز.
إذن كان ذلكم الاستقبال الشعبي الذي خصصه سكان ولاية الحوض الشرقي لرئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز والسيدة حرمه مريم بنت أحمد الملقبة تكبر قد غادر نواكشوط صباح اليوم متوجهين إلى مدينة نعمة عاصمة الحوض الشرقي، ويرافق رئيس الجمهورية وحرمه وفد هام يضم عددا من أعضاء الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية. وقد ودع رئيس الجمهورية في المطار من قبل وزير شؤون الخارجية والتعاون السيد حمادي والحمادي وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمدير المساعد لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط ورئيس مجموعتها الحضرية. ويعد لقاء الشعب سنة حسنة دأب رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز على تنظيمها سنويا حرصا على منح جميع المواطنين أينما كانوا فرصة المشاركة في مناقشة كافة القضايا الوطنية واستعراض جميع المشاكل المطروحة بدون وسيط. الزميل محمد علي السالك وقراءة في الموضوع. في الحوار عن ذوك المواطنين اللي ما عندهم صفة يبلغوا بها حججهم عنهم، تعود لهم هاي وسيلة كبداية يوصلوا مباشرة مشاكلهم، لأنهم شاكين دائما من السلم الإداري ولا مصنت لهم حد ويدعوا ما يعرفوا الصفة اللي يبلغوا بها. بهذه العبارة أعلن رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز دخول موريتانيا مرحلة المكاشفة والمصارحة وأخذ آراء وتطلعات المواطنين بعين الاعتبار. ويترجم حرص رئيس الجمهورية على تنظيم لقاء الشعب كل سنة إرادته في تكريس ثقافة الحوار والاستماع عن قرب إلى هموم ومشاكل سكان دون وسيط، وإطلاعهم على المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات كالمياه والكهرباء والتعليم والطرق والزراعة والصيد والصناعة. وفي كل نسخة من لقاء الشعب يعلن رئيس الجمهورية عن اكتمال مشاريع لصالح المواطنين والشروع في تنفيذ أخرى، انطلاقا من البرنامج الانتخابي لسيد الرئيس الذي نال ثقة الشعب الموريتاني في انتخابات رئاسية طبعتها الشفافية ونزاهة. ويشكل لقاء الشعب مناسبة يلتئم حولها المواطنون لمتابعة التلفزة والإذاعة، وهي تواكب هذا الحدث الوطني الهام الذي يؤسس لمرحلة جديدة مهدت لتصالح بين القمة والقاعدة وإعادة الثقة بين الطرفين بعد عقود من القطيعة والانفراد بالرأي. وخلال النسخ الثلاثة الماضية في نواكشوط وأطار استعرض رئيس الجمهورية الإصلاحات
التي عرفها البلد منذ توليه سلطة، والتي في مقدمتها مكافحة الفساد بكافة أشكاله وبناء دولة القانون والعدالة وتقريب خدمات الإدارة من المواطنين وضمان الحريات الفردية والجماعية والعمل على بناء مؤسسة عسكرية قوية قادرة على رفع التحديات الأمنية التي تواجه البلد والتصدي لخطر الإرهاب. وينتظر أن تحمل النسخة الرابعة من لقاء رئيس الجمهورية مع الشعب التي ستحتضنها النعمة جديدا لمواصلة مسيرة البناء والتغيير التي تعرفها موريتانيا في شتى المجالات. ونربط الاتصال مع بعثتنا في مدينة النعمة التي تواكب منذ أيام عبر تغطية يومية للاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة الرابعة من لقاء الشعب. زميل مختار بابا، مساء الخير. زميل مختار، ساعات قليلة قبل انطلاق لقاء الشعب الذي اعتاد رئيس الجمهورية من خلاله استعراض كافة المجالات وفتح الفرصة أمام كافة المواطنين لإبداء مقترحاتهم واستشكالاتهم حول القضايا الوطنية الهامة. زميل مختار، ما هي الصورة الآن لديك؟ زميل مختار، هل تسمعني؟ إذن كما أسلفت، بعثة التلفزة الوطنية واصلت منذ أيام تغطية زيارة رئيس الجمهورية والتحضيرات الجارية لاستضافة لقاء الشعب في نسخته الرابعة. جدير بالذكر أن هذا اللقاء قد خرج عن حيز العاصمة نواكشوط للمرة الأولى في مدينة أطار، وكان مناسبة استعرض خلالها رئيس الجمهورية أهم الإصلاحات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. من المترقب أيضا في هذا اللقاء هذا المساء أن يستعرض رئيس الجمهورية كافة الإصلاحات التي شهدتها البلاد خلال السنة الحالية وأبرز السياسات التي ستنتهجها الحكومة خلال السنة الجارية والقادمة. إذن زميل مختار، أعود إليك من جديد، هل تسمعني زميل مختار الآن؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بزميل المختار بابا، سنحاول الاتصال به لاحقا إن أمكن ذلك. نواصل تقديم هذه النشرة، ودوليا في نشرتنا، فاز رئيس الوزراء المالية السابق إبراهيم أبو بكر كيتا برئاسة الجمهورية المالية في الدورة الثانية من الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي، وذلك بعد أن هنأه خصمه سوميلا سيسي مساء أمس على فوزه. ومثل اعتراف السيسي بالهزيمة مفاجأة للمراقبين بعد أن قال في وقت سابق أن الانتخابات شابها غش وترهيب. اعترف المرشح الخاسر سوميلا سيسي بهزيمته بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في مالي، وهنأ منافسه إبراهيم بوكر كيتا على الفوز في انتخابات تهدف إلى وضع نهاية لاضطرابات استمرت أكثر من عام وسط ترحيب دولي وإشادة بنزاهة الانتخابات. وجاء اعتراف سيسي وهو وزير مالية سابق بالهزيمة مفاجأة بعد أن قال في وقت سابق إن الانتخابات شابها غش وترهيب، لكن مراقبين دوليين ومحليين قالوا إنه على الرغم من مخالفات محدودة فإن العملية كانت ناجحة. وقال مصدر قريب من اللجنة الوطنية للفرز بعد فرز نحو ثلثي بطاقات الاقتراع فإن كيتا يتقدم بشكل كبير. وكان الكثير من المراقبين قد توقعوا فوز كيتا في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت يوم الأحد بعد أن اكتسح الجولة الأولى في 28 يوليو عندما حصل على حوالي 40% من الأصوات لبرنامجه الذي يعيد بإعادة الأمن بعد انقلاب عسكري في مارس 2012 سمح لمتمردين إسلاميين وانفصاليين بسيطرة على شمال البلاد. ويأمل الدبلوماسيون بأن يعطي فوز كيتا تفويضا قويا للتفاوض على سلام دائم في الشمال المالي وإصلاح الجيش ومحاربة الفساد. فلسطين، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أنها وافقت على بناء 942 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة عشية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وكشف مسؤول في المنظمة غير الحكومات الإسرائيلية السلام الآن أن قرار البلدية يشمل إمكانية بناء 300 وحدة أخرى في مرحلة لاحقة. ختاما لنشرتنا، تذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية والسيد حرمه يصلان إلى مدينة النعمة حيث سيترأس سيادته النسخة الرابعة من لقاء الشعب، ويشرف على تدشين عدد من المشاريع التنموية الهامة بولاية الحوض الشرقي.
سكان ولاية الحوض الشرقي يخصصون استقبالا شعبيا حاشدا لرئيس الجمهورية يعكس تعلقهم ببرنامجه الإصلاحي وتزمينهم للإنجازات التي تحققت في البلاد. لقاء الشعب في نسخته الرابعة فرصة لمشاركة المواطنين في مناقشة كافة القضايا الوطنية واستعراض لجميع المشاكل المطروحة بدون وسيط. نهاية النشرة، قدمنا لكم خلالها جديد الأنباء على المستوى الوطني والدولي، قدمناه لكم من جديد لنشرة الأخبار هذا المساء والاستديو الجديد للنشرة. إذن كل شيء جديد هذا المساء باستثناء المقدم الذي سيلتقيكم بحول الله وقوته غدا في نفس المكان والزمان. إلى ذلكم الحين في أمان الله.